في حارس الأهلي الكابتن عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق. عادل عبد الرحمن وجول. يتحدث عن الانطلاقة القوية للأهلي بالدوري والاستعدادات لمواجهة فريق زد. وكواليس التتويج بالسوبر المصري وكأس الثلاث قارات. ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. انتظروا عادل عبد الرحمن مع أحمد شوبير في حارس الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.